السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعنا لكم بعد فترة طويلة من الغياب. طبعا جاء موسم البلدة الآن، واللي تابع القناة من قبل بيشوف انه كل سنة نسوي فيديو عن البلدة، يعني تقريبا الآن صارت سنتين يعني فيديوين. فهذه السنة صراحة كنا مجهزين شيء يكون مختلف عن السنوات الماضية، يكون أكثر يعني متعة بالنسبة للمشاهد. بس ونحن صراحة قد جهزنا يعني، بس للأسف يعني بحكم موضوع فيروس كورونا وحكم إنه إيش يعني أغلب محور الفكرة إنه بتعتمد على المقابلات والمسابقات، فده ممكن يسبب زحام بحكم إنه في الأصل في زحام أصلاً تحت على ساحل البحر. فنحن ما نقول يعني تخلينا على الفكرة، إنما إن شاء الله نأجلها إذا طال ربنا الأعمار إلى السنة الجاية. علشان كذا فيديو اليوم يحتوي على بعض اللقطات البسيطة والسريعة، صورناها بحسب رغبة المتابعين، سوينا التصويت في الانستغرام. فأتمنى إنه يعجبكم الفيديو، لا تنسوا تسوون لايك واشتراك في القناة. البلدة ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج يعني، العالم من جميع المحافظات كلهم في البلدة، والبحر ذا الأيام بارد ما شاء الله، وربك يوفق إن شاء الله الشباب كلهم والحمد لله. يعني هذا كل موسم لازم البلدة في البلاد هذه، يقول لك منها الدواء والشفاء الأمراض الروماتيزم والحاجات اللي زي كذا، والحمد لله يعني زي ما انت شايف يعني السيف كلها شباب، واغلبهم مغتربين، اللي اكثرهم من السعوديه، وفي من دول الخليج، وفي من عدن، وفي من شبوه، وفي من سيون، وفي من تريم. والله البلدة حاجة حلوة ما شاء الله تبارك الله، أجواء وبحر بارد وروحانية كذا، والناس كلهم يخرجون عوائل وأطفال، وتعرف يعني حرية شخصية، اللي بيسبح واللي بيلعب واللي بيدفن نفسه. طبعا البلدة يجولها من كل مكان، يعني تقريبا من جميع أنحاء الجمهورية، يجولها من الشمال، من صنعاء، من إب، يعني جميع المناطق الشمالية، وبرضه يجوا لها من شبوة، من مناطق الوادي. طبعا أنا من وادي العين، وفي عندنا شباب كثير من وادي العين، وكل سنة الحمد لله حاضرين في هذه البلدة. تعرف تنشد؟ ها؟ تنشد انشوده؟ تنشد ولا تغني؟ تنشد ولا تغني؟ تغني، يلا غني، يلا غني، غني. ايش من اغنية؟ ها؟ غني يلا، غني. قومي أبشي قومي 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 أبشي يا نارش، قومي أبشي قومي أبشي.
والله كل سنة أنا في كل بلدة أيام، أول يوم بلدة أنا موجود أول يوم، ما شاء الله ما بارد، هذه السنة ما بارد، ما بارد ما شاء الله تبارك الله، بعدين من صلاة الفجر للبحر ما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج والله. حبها ربي بلان بلاه، والغير الحب بد ما يسوى، الفن فيها والجمال ساح عينيك، والروح تعشق بحرها وتروى، يا اهل المكلا حبكم ساحة. والله البلدة حياة حلوة ما تحتاج كلام، بحر بارد وشوية كلام مالح. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. ونن نشوف ان نمشي على السيف صادفت القارب، ايش يعني ايش تسوون هنا بالضبط في القارب؟ والله هذا القارب يعني تراث من حق اجدادنا الاوليين، كانوا في القوارب الصغيرة هذا كانوا بالشرع قبل ما تجي المكاين وقبل ما تجي هذا، كانوا يستعدون هذا الشرع يروحون بالشراع بالمقداف، وهذا التراث حقهم يعني، وهذا المنزق وهذا العسوة وين يشلون فانوس معهم في حق الليل، وهذا ينصب الشراع فوقه، يعني هذا من أيام مئات السنين من أيداد لأيداد، يعني يتعاملون هذا المهنة في البحر بالصياد بهذا المهنة قبل المكاين متي قبل الوسائل ما تتطور وهكذا. طيب في هناك تسوون شيء أعتقد في النار أو زي الصمغ ولا إيش هذا بالضبط؟ والله على ما قال الأخ هذا خالد محمد بنافع هو رئيس جمعية الفاروق، أنا ما أشرح لأنه والده من كبار الربابين بالذات عندنا في المكلة بحضرموت، فهذه نحن كنا ناس ألبو سبعة مشهورين في السفن، عندنا ما نملك من السفن الشراعية، فهذه نحن ورثناها عن أب نجد نشرحها للناس كيف كانوا يصونونها، كما يقول الشاعر يصون الفلك، الفلك إذا كور من الميحاب، يعني الفلك هو السفينة كيف يصونونه، هذا في مواد مركبة يقولون لك ما تقول السمن شحوم الأغنام يبونها يحمونها على النار، فعندما تكون مايع يبون لها نسبة من النورة يختلطون بها هذا السمن، بعدين يصنون هذه السفينة لايل اللوح يدوم، لايل اللوح يدوم والخسعة حق البحر ما عاد تأكله، فصيانة تكون تامة، ومن الصيفة ومن النار، وفي نوع يخلطونه مواد نورة مع صيفة، هذا كما بتقول لكم المعيون، لا ما يستخدمون المعيون غير ذلك، تستخدمونه للصيانة إذا في خزق ولا شيء، هذا عندما تصينه بعدين تكور البحر، سواء كان السفن الشراعية الكبيرة هذه التي تسافر خارج الجمهورية تجيب الحمول أو تجيب البضائع من بعض الدول مثل ذلك، والذي السفن الذي يركبون بها السفن الذي يصطادون بها أبانا كانوا هكذا يصونونها مثل ذلك، وفي هذه الفترة ثلاثة أشهر الآن في الخرف كانوا يطلعون البحر لأن تكون الأمواي متراكمة وتكون الرياح بسرعة ما عاد يستطيعون الذهاب إليها لليل طلب الرزق، بل يحبونها إلى شهر تسعة، من شهر سبعة وثمانية إلى شهر تسعة نهايته يكونون يعودون مرة أخرى إلى البحر ويطلبون الله بها. طيب دحين في موسم البلدة كيف وضع الصيادين؟ هل نسمع نحن أنه يعني يقل الثمد وينعدم ويزداد سعره وكل الأسماك تقل، إيش وضع بالضبط؟ والله شوف الآن لما يجي الخريف تكبر الموية تخرج الشمالات، هذا ما عاد نقدر نحن نطلع لك مثل الأميال بعيدة 40 ميل 50 ميل 60 ميل، الآن هو الصيد يخرج حق قوة البرودة يخرج للسياف بس بصداد الصيد البياض، وهذا التمد لهاير هو يروح مع الدلفين يهاير يأخذ لك فترة إذا الفتوح بعدين ربك سبحان الله يستريع، أما الآن دحين في الوقت هذا دحين خريف البحر خريف بحر موية البحر يمرن ويصقوا على البحر بارد، يعني الصيد هذا يهاير التمد اسمه هو قد التونة مهاير، هذا يعني قصدك انه سمك التونه وقت البروده وارتفاع الامواج يهاجر بعكس سمك البياض يجي هذا يخرج كله صيد القشار تمكري والزنوب والشروي هذا يظهر كله في الايام هذا في الخريف اللي احتد عليه الخريف هو يظهر يخرج الاسياف تظهر العزاز الحبار، يعني سبحان الله ربك يسخ الرزق ثاني للناس في السياف، بس البحر يبغى شويه كذا مراعاه، نحن نتمنى من الدوله ومن الناس اللي سمعون نحن انهم يراعون في البحر، لانه شوف الان الصياد اصبح المعيشه على عسيسه وضنكه شويه، ولكن اذا حصلوا لوائح تنظيم وترتيب
والاخ الوزير والاخ الوزراء يسمعون نحن، يمكن ان شاء الله يسمعون نحن، ان منتصتون لهذا، لان لوائح البحر والتنظيم هذا هي اللي تولد الاشياء هذا في البحر، يتكاثر الصيد، وربك سبحان الله يخري الارزاق تخري. مش معقول بيلك واحد كله بيقمطها بيوع الناس كله، وهذا اخطاء، المفروض ان الدوله تراعي وتحد في هذه الامور.